شياطين ومشوا أخ وعكس بعض بيعيشوا مش عارف ان حضرتك ضابط بوليس. عرفت من طريقه كلامه ليا اخر مره. طب وحضرتك بقى ناويه تعملي ايه؟ فاطين، انت لسه عندك امل ان مشو يتغير ويبقى بني ادم كويس؟ طبعا، ده حضرتك اللي اديتيني امل يا حضره الضابط. ارجوكي ارجوكي اصبري كمان شويه مع مشو. فاطين، انت رحت الحبس والنيابه بدل مشو؟ مين ده؟ أنا؟ لا لا، ولا أعرف حجز ولا نيابة ولا عم عفانة أصلا. يعني مش مشو اللي سرق فيلا حسين المرشدي ليلتها؟ مشو؟ لا طبعا مش هو. أمال ليه حضرت وكيل النيابة وهو بيوصف مشو كأنه بيوصفك بالظبط؟ ما هو أصل حضرتك مشو يشبهني، يعني تيبيكال من وإحنا صغيرين كده شبه. يعني أنا مش قصدي الشبه، أنا قصدي الكلام، الطريقة، الثقافة. ما انا بقول لحضرتك ان اخويا مشو عايز يبقى كويس، علشان كده هو بيحاول يقلدني. صدقيني حضرتك، وبعدين هو مش سيادتك وعدتيني ان انت هتقفي جنبي وجنب اخويا مشو لحد ما نغيره؟
وانا لسه عنده عادي يا فاطين. يعني هتحاولي معايا مره تانيه؟ هحاول. متشكر جدا. طيب انا مضطر بقى امشي دلوقتي. طب والشاي اللي طلبناه؟ معلش علشان الحق السبوع بقى. مع السلامه. انا اسف. السلام عليكم. بس حضرتك يعني ما تقوليش لميشو ان هو يعني قلت لك سلام عليكم. معلش بقى مره ثانيه مش هيدا. ايوه تعالي وراي. حلو قوي يا اولاد، حلو قوي يا اولاد، العبوا براحتكم. يلا يا ست يلا خلينا جاهزين. ها سميرة هانم احنا جهزنا خلاص. وانا كمان جهزت. بسم الله ما شاء ممكن الله. ممكن نبدا دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ ده انا كده هحسد بابا عليكي. بسم الله الرحمن الرحيم، بروفة سبوع اخويا الصغير، نبدا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الاولى بسم الله، والثانيه بسم الله، والثالثه بسم الله، والثالثه بسم الله، والرابعه بسم الله، والخامسه بسم الله، والخامسه بسم الله، والسادسه لا حول ولا قوه، والسابعه رقوه محمد بن عبد الله. ايه القمر ده؟ اسمع كلام امك. اسمها مامتك مش امك. امك دي بلدي خالص. صح بلدي، ده انا ما حفظتهاش كده خالص. اسمها مامتك سميره. اسمع كلام مامتك سميره. واسمع كلام اخوك فطين. يسمع كلام فطين ليه؟ هي كلام مامته بس سميره. ايه دخل فطين في الموضوع؟ انا عارف ايه اللي دخله، انا مش محفظه ده كله. إيه؟ لا 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 لا، اسمع كلام مامتك بس. ها اسمع كلام مامتك بس. يا سلام بابا يقولوا لهون في الميكروفون خلوا يسمع اصوات. بسم الله ما شاء الله يا حبيب ابوك، يا حبيب ابوك، يا حبيب ابوك، حلاقتك بالجنان، شفت اخوك زي الاحمر ازاي يا فطين؟ اخويا ايه يا بابا؟ الحمد لله انا ما طلعش شبهك، طلع زي القمر، شبه ميشو، يعني شبهي بالظبط. سيد ايوه زي القمر، قصدي شبه مامته سميره. شبه ايه يا بابا؟ وايه هو اخوك ايه؟ ده بلاستيك يا بابا، دي بروفه. بروفه ايه؟ بروفه سبوع يا بابا. بس زي القمر اهو. والنبي طب اسلم عليه يا حبيبي حبيبي حبيبي. ايه القمر ده؟ بص عينيه زرقاء زي عينيك يا بابا. ابتدى يلمع صح؟ سبوع قبل الولادة؟ أنا أول مرة أسمعها دي. وأصرت يا عمي إني أوزع كل السبوع بنفسي على كل الولاد الصغيرين، وكلكم واللي عمله بابا ده بقى كوم تاني خالص. عمل إيه؟ مسك العروس الملفوفة اللي هو أخويا البلاستيك ده، وقعد يهشكه ويغني له ويفرحن ومزقطط وهيعيط، وأصر إن مرات بابا ترضعه، وما استريحوش غير لما حضرت له الرضعة. أنت عارف أنا نفسي في إيه يا فاطين؟ اطلع اخد الولد الصغير ده في حضني وهشكه وهننه واعرفه يعني ايه حنان العم، بس خايف يعملها عليا. يا عمي وقعت قلبي. يا عم انت بتهزر. اعمل ايه؟ ما انا عايز اخرجك من اللي انت فيه. قول لي عملت ايه مع لمياء في المدرسه؟ اه يا عمي لسه منشفه دماغها على الاخر ومش راضيه تخلينا اصالحها. طب اسمع، انا خلصت شغل، اغير هدومي ونخرج سوا. على فين يا عمي؟ في الطريق هبقول لك. ايه الغلب ده يا ربي؟ عنابي بيه وسكر الرفاعي اللي انا لسه معرفكم مكانهم قبل ما نيجي على هنا. مالهم يا ميشو؟ هتراقبوهم للنهار، هتعملوا انتوا الاتنين ورديه مع بعض، واحد ينام والتاني يصحى.
المهم تعملوا لي تقرير مفصل عن كل حاجه هما بيعملوها، حتى لو الحاجه دي كانت تافهه. مفهوم؟ خلاص يا ميشو، انا مش هنركز غير في الحاجه التافهه. خلاص يا ميشو ما تزعلش، انا هبقى فاهمه، انا هفهمه. بس انا ليه سؤال واحد، هو عنابي وسكر دول اساميهم الحقيقيه ولا دي اسماء مستعاره هما مستخفين وراها؟ مستخفين وراها وانت اللي هتفهمه؟ انا مش عايز غباء منكم انتوا الاثنين. كفن. طب اتحركوا انتوا بقى ونفذوا كل اللي انا قلت عليه. يلا. ازيك يا ميشو؟ كويس يا حضرة الضابط. لو جاي تقبض عليا انا جاهز. لا انا مش جاي عشان اقبض عليك، انا جاي عشان اتكلم معاك. في ايه؟ ما كل الكلام خلاص خلص. لا يا ميشو الكلام ما خلصش، انا عايزه اقولك ان انا عايزه مصلحتك وعايزه اطمنك. انا لو كنت من الاول قلت لك ان انا ضابط شرطه ما كنتش هتوافق. هوافق على ايه؟ توافق انك تتغير وتبقى انسان كويس. والتغيير بقى موضه اليومين دول ولا ايه؟ وبعدين انت هتكسبي ايه يعني لما تغير؟ المجتمع هيكسب انسان جديد. مجتمع؟ المجتمع بقى ده عمل لك توكيل عشان تتكلمي باسمه، وهو برضه اللي خلاك تكذبي. اذا كنت انا كذبت فانت كمان كذب. انت حلت اسمه شخصيه انسان تاني، وهمتني انك مدرس، مش كده وبس، لا خليت كمان ابوك يكذب. تقدر تقولي انت كذبت ليه؟ فؤاد باشا هو اللي بعتك عشان تعملي الفيلم ده؟ فؤاد ابن عمي بيعمل اللي عليه وبس، بيعمل شغله، ولو ما كنتش انا مقتنع باللي بعمله ما كنتش هعمله. واخوك فطين اللي كل هدفه في الحياه انك تتغير وتبقى انسان كويس زي ما هو شايف. اخويا فطين؟ انت تعرفي فطين؟ سبب اساسي من اللي خلاني اساعدك واقف جنبك هو اخوك فطين. أنا عمري ما شفت إنسان بيحب أخوه أكتر ما بيحب نفسه زي فطين. فطين؟ يعني فطين كان يعرف كل الليلة دي من أولها؟ حتى فطين كان بيضحك عليا. خلاص بقى يا لمياء، خلاص، عشان خاطر عمك أنس ده جالك بنفسه. وده أنا ماليش خاطر عندك بقى. ليك يا عم أنس. بس فاطين بيكذب يا عم انس. انا والله العظيم ما كذبت، انا بس كنت منتظر الفرصه. وهتستناه لغايه امتى ان شاء الله؟ لغايه اما نعجز عشان تقول لي؟ خلاص خلاص، صالحها يا فاطين وبوس على راسها. حاضر يا عم انس. لا يا عم انس مش هيبوس على راسي. شايف يا عم انس؟ طب انا هبوس على راسي بقى. لو يا عم علي، الكابتن سمير والكابتن كريم اعتذروا النهارده عن تقديم فقره البلياتشو والحبل، بيقولوا ان هم وراهم حفله بره. اه طبعا، وبياخدوا في الحفله اكتر ما بياخدوا هنا. والله انا خايف ليجي يوم ما نلاقيش واحد بس يقدم فقره في السيرك ده. معلش يا معلم، نوه يا ابني عن الفقره، انا اللي هشتغل النهارده. تشتغل ايه؟ انت اتجننت؟ انت مدرس تاريخ قد الدنيا، عايز تشتغل بلياتشو؟ تعالى، انا ما اقصدش فقره البلياتشو، لا انا اقصد بقى فقره المشي على الحبل بتاع سكريم. ايه؟ مشي على الحبل؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. لا بعد اذن حضرتك بقى يا عم انس، ان شاء الله هيحصل. واذا كان بقى سكريم بيمشي لي على الحبل، فانا بقى هتنطط عليه. ابوس ايدك، اربط لي حزام الامان كويس، ها، وانا هحلي لك بقك. انا عايز بقى ابقى طاير على الحبل مش ماشي. ما تقلقش يا استاذ فطين، المهم انت قبل كده مشيت على الحبل. لا مشيت على مهل، ربنا يستر بقى. بقولك ايه، بتاع النور ده، ها، خليه بقى ينور لي الطريق، ربنا يستر عرضك ويستر طريقك. حاضر حاضر يا استاذ فطين، هخليها لك ضوء. وكمان قال نجيب محفوظ، دائما اندم على لحظات ضعفي، ربنا يستر عليا بقى، انا ما ندمش على لحظات قوتي. والان وبعد طول انتظار، مع الفقر العرب، مع الدهشه والمشي على الحفر.
ولا يهمك يا حبيبي، يكفي ان انت كسبت شرف المحاولة. انت اشجع من الفارس لانسلوت. ربنا يخليك يا رب عم انس. ليه عملت كده بس يا فاطين؟ علشان يا لمياء انا عمري ما كنت جبان او انت اشجع راجل في الدنيا يا فاطين. انا بحبك قوي يا فاطين. يعني هتلبس الدبله؟ ايوه هلبسها. معلش معلش. يا عم علي، هو مش كنت حضرتك عايزني اقدم فقرة البلياتشو؟ اديني قدمت لك الفقرتين في فقرة واحدة. يا جماله يا جماله يا حلاوته يا جماله. بيضحك بيضحك. بص كوتشي 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 يا خلاص يا العيال. حبيب ام اناس. لا لا سيكا. حبيب مامته مامته يا ريت. ووطي الصوت شوية. حبيب مامته يا ريت. ايوه كده. ماشي. شفت بيضحك اهو. بيضحك. على جمال امها. يا جمال يا جمال يا جمال يا كوتشي 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 كوتشي. احبه قوي شكله حلو. الحمد لله ما شافونيش. ايه ده ميشو؟ وانت برضو هربان من مرات بابا سميرة ولا ايه؟ اسكت يا ميشو. مش انا النهارده مشيت على الحبل ولمياء خطيبتي الحمد لله رجعت لي بعد ما كانت زعلانه مني من ساعه لما انا قلت لها ان ايه ما تكمل، ان حرامي مش كده؟ انا اسف يا ميشو، مش قصدي والله. انت مش سايب حد بقى لما قلت له ان اخوك حرامي ده؟ طبعا غير الضابط ساره اللي انت موالس معاها. علشان ايه؟ عشان تغير ميشو الحرامي على اساس اني صايع وفاتحك في كل حته، مش كده ميشو؟ انت فاهم غلط صح يا فاطين. انا كنت فاهم غلط بس دلوقتي فهمتك صح. سيبك بقى من الاخلاق والمسل والحاجات اللي انت حافظها وبترددها زي البغبغان، واسمعني انا، الحركات اللي انت بتعملها انك خايف عليا وعايز تغيرني خلاص ما بقتش اكل منها. انا عايزك تفهم حاجه يا فاطين، ان انت مش احسن مني، ان انا لو كنت عايز ابقى زيك كنت هبقى قد الف زيك، بس ده طريقي وباختياري ومش هغيره. اللي عايز يتغير هو انت. بص لنفسك كويس، مش هتلاقي غير بني ادم فاشل تافه ومعندوش شخصيه والكل بيهينه، من اول العيال الصغيره في المدرسه لحد خطيبتك وابوك ومراته كمان. هي كلمه فاطين، ابعد عن ميشو احسن لك، لانك الوش التاني، وش الحرامي اللي انت مفكر نفسك احسن منه، لان لو ظهر ساعتها مش هراعي اي حاجه وهنسى انك اخويا وتوامي. Oh,
قلت اني هلاقيك هنا. من ساعة ما دخلت المدرسة الصبح وانت مش في حالتك، والفصحى اهي ولسه زي ما انت. ايه نسيت كلامك؟ الحياة مليئة بالأحجار، فلا تتعثر بها بل اجمعها وابني بها سلم تصعد به إلى النجاح. مش هو اللي مزعلك كده صح؟ صح. قلتليش ليه يا فطين؟ مش احنا متفقين ان احنا نساعد بعض؟ والحجر اللي يشيله واحد لما يشيله اتنين بيهون. انت عارف يا دودي، مش انا امبارح وانا في السيرك مشيت على الحبل، ولمياء بقى ايه خطيبتي كانت فرحانة بيا قوي قوي. مشيت على الحبل يا فطين؟ مشيت على الحبل، اعمل ايه بقى؟ ايوه كده اضحك، لحسن ميس لمياء كانت بتدور عليك، واحنا ما ينفعش تشوفك كده يعني، ده احنا ما صدقنا. ايه ده؟ طب قول يا دودي، انا شكلي كده حلو؟ شكلك حلو قوي. المهم بقى، انا عايزك تستغل اللي انت عملته امبارح في السلك. صح. ايه ده؟ انت هنا وانا عماله ادور عليك؟ ما اصل انا كنت دودي بيشرح لي حاجه انا مش فاهمها، قصدي كنت انا في حاجه انا فاهمها فكنت بشرحها لدودي لما هو كان بيفهمها لي. طب قوم معايا يلا، انا محضر لك مفاجاه. ايه ده لمياء، وانت ما عندكيش النهارده حصص بعد الفسحه؟ لا ولا انت كمان. يلا بس بقى. يلا بس بقى. دودي الظاهر ان حركه الحبل امبارح جابت نتيجه حلوه قوي. لمياء يا لمياء، اخوك ميشو عامل ايه؟ عامل ايه في ايه يعني؟ مش انت قلت لي انه هيبطل وهيتغير وانك تحاول معايا يعني؟ ما الحمد لله ما بقى كويس ويعني هيتغير وكده. انت عارفه يا لمياء، امبارح حتى كده وانا قاعد في الاوضه فلقيته دخل عليا وقعد يشكرني ووعدني ان هو هيبقى كويس. كويس قوي. لمياء يا حبيبتي، انت مش كنت بتقولي لي محضره لي مفاجاه؟ ايه هي بقى المفاجاه دي؟ مش احنا كنا عمالين نعمل جمعيات علشان نحوش ثمن الشقه اللي هنتجوز فيها؟ ايوه لمياء، انا لقيت الشقه. لقيت الشقه؟ ايوه كده، فرحيني. هي فين دي؟ الشقه القديمه اللي قدام عمك انس، ناخدها ونوضبها ونتجوز فيها. الشقه القديمه؟ ما الشقه القديمه يا لمياء من ساعه ما ماما الله يرحمها ماتت وهي ما بابا منع اي حد يدخلها. مش من حقه، وبعدين الشقه دي من حقك انت واخوك ميشو، وما اعتقدش ان ميشو ممكن يمانع ان احنا نتجوز فيها. بس يا ميشو، هو ده كل اللي حصل. يعني عنابي بيه سافر على تركيا، واللي اسمه سكر ده دراعه اليمين قابل واحد واداله شنطه مليانه فلوس، واما استقصيت عنه بعد ما راقبته عرفت انه شغال في المينا. يسلك لهم بضاعه داخله بضاعه خارجه. بس ما تزعلش مني، حاولت اعرف ايه نوع البضاعه دي ما عرفتش. تمام قوي. امال الستيشن فين؟ لا الستيشن سايبه هناك بيراقب. بيراقب مين بقى؟ لا مفيش بيراقب الراجل ده. طب ميشو انا هحطير. انا سلام. ايه يا ميشو، مش هتقولي بيراقب مين؟ على فكرة يا ميشو، أنا بحب شغلي قوي، وما تعودتش أستسلم بسهولة. بعد إذنك. مش عايز تعرف أنا جيت ليه؟ ما يهمنيش. بالله حسين المرشدي والسي دي اللي اتسرق. هيا ميشو، مش هتتكلم برضو؟ أنا مش عارف أنت بتتكلمي عن إيه بالظبط. لا تعرف، بس اللي عايزاك تعرفه إني عمري ما كنت ضدك، ولما شهدت معاك في النيابة ده لاني كنت متاكده انك بريء. ولما عرفت بالصدفه عن موضوع حسين المرشدي والسيدي اللي اتسرق وان انت اللي سرقته، مع ان فاطين انكر انه بات مكانك في النيابه، جيت برضو عشان ابقى جنبك. طلباتك انك تبقى انسان سوي وتنسى ميشو. مش هينفع. مفيش حاجه ما تنفعش، انت اللي مش عايز تحاول. لان ما ينفعش اكون غير ميشو. اوكي يا ميشو، بس ما تنساش، وزي ما قلت لك بحب شغلي قوي. والله انا مش فاهمك يا رنا،
يعني انت دلوقتي دخلت معهد السينما قسم الاخراج علشان بتحب التمثيل؟ اسمعني بس يا فاطين، انا بحب السينما عموما ونفسي ابقى مخرجة افلام اكشن ورعب، وكمان بموت في التمثيل. الله العظيم يا رنا، ده انت فكرتيني بواحد صاحبي قوي. اتخرج من كلية الحقوق وكان محامي قد الدنيا، ومن شدة حبه في التمثيل دخل كلية الاداب قسم مسرح وقعد يدرس تمثيل 4 سنين. واو، ودلوقتي بقى فين؟ لا ليه ليه ليه، بسم الله ما شاء الله، بقى حاجة تانية خالص. عارفة محطة مصر؟ أي مش وانت داخلة كده يا رانا بقى من المحطة بتلاقي فيه شباك تذاكر في وشك؟ هو بقى اللي بيقطع التذاكر هناك، علشان كده يا رانا بقولك تركزي في حاجة واحدة بس يبقى أحسن. طب أقولك على حاجة، أنا دلوقتي شغالة مساعد مخرج في فيلم جديد، واخده كده في دور صغير، ما تيجي معايا تشوفني وانا بمثل وبالمره خد رايك. ماشي. والفيلم ده بقى هيبقى فيه ممثلين كبار زي الاستاذ احمد السقا وكده؟ ايوه طبعا. ماشي ان كان كده بقى ماشي. اصل السقا ده حبيبي. رنا انتوا اتغديتوا؟ اهو اهو فاطين بيعتذر لكم وبنفسه يا ساده. واحنا لولا عارفين اخلاق فاطين كويس ما كناش جينا تاني. حصل خير، حصل خير يا جماعة، وخيركم من بدأ بالسلام. عشانك يا أستاذ أنس. كتر ألف خيركم والله. اتفضلوا يا أساتذة، اتفضلوا. يا جماعة ما تحسسونيش بالذنب أكتر من كده، أنا جاي لكم النهاردة وأنا كل خجل وأسف مما صدر مني في جلسة الصالون اللي فاتت، وعايز أعبر لكم عن امتناني بس مش عارف إزاي. أولا ثانيا حاجة ساقعة تكون صاروخ لينا كلنا. حاضر يا استاذ عبد الحليم، حاضر. وانا عاوز سندوتش كبده اسكندراني ده فوق الحلاوه بالقشطه، وفوقيه كمان سندوتش سجق يا استاذ حسين. والاستاذ احمد بقى، ما انت عارف رز كله موجود. كله موجود. ها مش فاضل بقى غير الاستاذ رؤوف. انا هاخد وجبه فراخ تكون جاهزه دريفل. حاضر، كل طلباتكم مجابه، بس يلا بقى نبدا بقى، انتوا وحشتوني قوي. جدول الصالون بيقول ان اول حاجه هنناقشها هي مشكله تلوث مياه النيل. نبدا. مفيش تلوث ولا حاجه، دلوقتي في فلتر كهربائي، وعلى فكره يا جماعه ده مال السوق. واللي معهوش فلوس يجيب فلتر يموت. اللي ما معهوش ما يلزموش، وده ما معهوش يبقى مش مسؤوليتك. امال مسؤوليه مين؟ معرفش. من فضلك يا جماعه، هو ده الكلام؟ والله زمان يا رجاله، والله زمان.
امبارح ما جاليش نوم واحنا لسه في اول يوم. انت امبارح ما جاليش نوم. الله يا عم انس. واحنا لسه في اول يوم. قبل ما ترميني في الحورة. قبل ما ترميني في الحورة. النبي جاي اهو. كنت تعلمني العوم. مش كنت تعلمني العوم. امبارح ما جاليش نوم. ياه كان وحشني قوي يا عم انس. وكان الهواء عاد للصالون وبدا يتنفس من جديد. بس حضرتك بقى النهارده عم انس مش عاجبني خالص. لا مفيش حاجه انا كويس. لا مفيش حاجه هتخبى على فاطين. انا حاسس كده انك يعني مشغول وسرحان. في ايه يا عم انس؟ هي اشجان هاني وحشتك؟ وحشتني قوي 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 يا فاطين. لا ده باين بقى ان الحاله بتاعت حضرتك مهوجه خالص. بس ما تقلقش انا هتصرف. هتعمل ايه؟ هعمل اي حاجه علشان نطفي بقى الوهوجه دي. قولي الاول انت عامل ايه مع لمياء؟ الحمد لله رب العالمين. لمياء دلوقتي بقت بتحبني يا عم انس اكتر من الاول بسبب موضوع الحبل ده. بس هي قالت لي يعني ان انا اكلم بابا على موضوع الشقه القديمه اللي هو قافلها علشان يعني اخدها ونتجوز فيها. وهي فكره كويسه جدا. اصل دي شقه المرحومه والدتك يعني انت ليك فيها. والله يعني فكرك يا عم يعني اقول لبابا وما خافش؟ لا تخاف من ايه؟ اتكلم وبمنتهى الصراحه. الصراحة والخط المستقيم أقصر الطرق إلى الإقناع. صح عندك حق والله. وعلى رأي المثل من ضاع حق وراءه مطالب. شقتين دي اللي جاي تطالب بيها دي؟ الشقة اللي تحت يا بابا القديمة. وبعدين وأنا هعمل فيها إيه يعني؟ ده أنا هتجوز فيها يا بابا. أنت تتجوز فيها؟ ومالك يا أخويا مألوف على الجواز قوي زي عمك أنس؟ وان شاء الله هتجوز بمرتبك. ايوه بابا هتجوز بمرتبي. وبعدين بقى لمياء حبيبتي بتحبني وهتعيش معايا حتى لو بدوق. وطي صوتك الولد يصحى. ولد ايه اللي يصحى حضرتك؟ قصدك الولد اللي احنا اشتريناه من السوبر ماركت. سيكا شايف قلة شايف وسامع يا حبيبي. اتصرف. بس شايف وسامع ايه بس يا بابا؟ وبعدين انا ما غلطتش ان انا عايز اتجوز يعني. طب ما حضرتك اتجوزت. يا ده انا اتجوز انا حر. الله انت مالك انت وانت بتصرف عليا؟ وبعدين تعالى هنا. نعم بابا. ياد مش هنا قصدي تعالى هنا في الكلام يعني. جاي ترمي نفسك على طول في صدري. انت ليه انت مش خدت عمك انس عشان يخطب لك ست الحسن والجمال الست عمياء؟ هي فعلا بقى بابا ست الحسن والجمال. وعلى فكره اسمها لمياء. لا عمياء. ما دام وافقت عليك انت تبقى عمياء. بقول لك ايه؟ انت مش خدت عمك انس يخطبها لك؟ وما خدتنيش. خلاص خليه يجوزكوا بقى عنده في شقته. يعني افهم من كلام حضرتك دون ايه يا بابا؟ الكلام يا حبيبي واضح ومبين نفسه. تعالى يا حبيبي تعالى انا هفهمك كل حاجه يا حبيبي. ايوه كده بابا خليك كده زي كل الابات بيحبوا ولادهم يا بابا. فعلا انا غلطان يا فاطمه. لازم ابقى حنين معاك يا حبيبي. تعالى. ربنا يخليك ليا يا بابا. يا سلام يا فاطمه. كوتشي 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 بوتشي بوتشي حبيبة مامتك. يزهق هو وابنه. والله يا بابا انا عارف ان حضرتك مش هتزعلني ابدا. ازعلك ازاي؟ ده انت ابني حبيبي يا فاطين. ربنا يخليك ليا يا بابا. الواحد لازم يبقى حنين مع ابنه. الله على الحنيه. الله على الحنيه يا بابا. خش يا فاطين. تعالى يا حبيبي. ده الحمام يا بابا. انا عارف ان الحمام. خش. طب ما تزقش. طب يا بابا. طيب خش بس كده. ايوه يا بابا افتح. ايه ده انت قفلت عليا يا بابا؟ افتح الباب. مش هفتح يا فطير. يا بابا افتح. طيب والنبي عشان قلت مش هفتح. ما كفايه يا اخويا واخد اوضه في الشقه لوحدك وعندك سرير بتنام عليه لوحدك. عاوز ايه مني تاني يا بابا؟ هو يعني المفروض انام في درج المكتب يا بابا؟ كمان مش هفتح يا فطير. وباهرب بقى من البلاعه اللي عندك جوه. حتى ايدي ما هقفلك على البلاعه في الشارع. يوه بقولك وطي صوتك منك ليه؟ الولد يصحى.
ده ايه الزهق ده؟ يا ست اسكتي بقى، خليكي محضر خير ولو مره واحده. افتح بابا بقى والنبي كده. لسه بتطلعي؟ خليك بقى هنا للصبح. ها يا بابا، يا بابا طب استنى، مش عايز الشقه طيب وافتح الباب. مش فاتح يا بابا. طب افرض حد فيكم عايز يدخل الحمام. ما تقلقش علينا يا اخويا، هنتصرف. هبقى خدها وننزل الحمام بتاع الشقه القديمه. خلاص استريحت؟ استريحت يا اخويا؟ ها خلاص بابا بقى. سموره المواجهه يا عم انس. يا ترى المواجهه دي انا هتوديني فين؟ كارتر، على أي حال أنا أعتقد أنه من المحتمل الآن أن توافق مصر على ثلاثة مسائل، أن تنسحب إسرائيل. أنا عارفة أنك بتحضر لحاجة وحاجة كبيرة كمان، بس صدقني يا ميشو مش هتقدر. أنا ممكن أقبض عليك دلوقتي حالا وأقفل رسالة الماجستير خالص، بس هدفي مش أني أزود عدد المسجونين واحد، لا. روح يا ميشو، روح. بس انا عايزك تعرف ان انا اللي عملته النهارده ضد واجبي وضد مهنتي، بس دي اخر فرصه هديها لك. عندك لغايه بكره بالليل وهستناك زي ما قلت لك. لو ما جيتش صدقني يا ميشو هتبقى خسرت كتير. بعدين بقى هي عمالة تضيق كده ليه؟ واضح ان الظابط سارة دي حطك في دماغها، ده غير فؤاد باشا اللي لسه ما شالكش من دماغه، واكيد اللي بعده عنك هي. ورسالة ايه وماجستير ايه دي اللي اختارتني انا بالذات علشانها؟ خلص اللي في دماغي الاول وبعدين ابقى اروق لها في موضوع الرسالة بتاعتها دي. هي دي بقى ست الشقه القديمه، ايه رايك بقى؟ ايه رايي في ريحتها وحشه قوي، انت محتفظ بيها ليه دي؟ دي قديمه قوي ومحتاجه تشطيب كتير قوي. ايوه بس غالي عليا قوي 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 قوي. دي حاجه. الحاجه التانيه بقى، بعد الازمه الاقتصاديه العالميه اللي دول كبيره اتشحورت فيها، انا بيني وبينك مش مأمن احط فلوسي في بنوك، فعملتها البنك بتاعي. سيد لا انت بتهزر، يعني معنى كده انك بتشيل فلوسك هنا في الشقه دي البنك بتاعك؟ طبعا، امال ايه؟ ما هو ده الموضوع اللي كان نفسي افرق فيه، بس بيني وبينك اتكسفت. لا تفهميني غلط. لا سيد افهمك غلط ازاي؟ ده انا بحبك. قولي يا حبيبي ما تتكسفش. انا يعني كان نفسي بدل ما تشايله فلوسك في البنوك يا ريت تسحبيهم وتشيليهم هنا، او يدفوا فلوسي. انا ما عنديش مانع يا سيكا، بس كنت عايز اسالك، هو البنك بتاعك الجميل بيدي فايده اكبر من البنك التاني ولا اقل؟ والفايده بتطلع كل 3 شهور ولا كل شهر ولا كل اسبوع؟ يا حبيبتي ده البنك بتاع المقطقط ده بيطلع فايده كل 3 دقايق، ده بيطلع بترول كمان. انت بس اموريني تقشري يا سمورتي. ايه ده؟ ايه مالك؟ حاسه ان نفسي غم عليا، حاسه ان عايز ارجع. ايه ده؟ انت حامل ولا ايه؟ تقريبا. انت لسه مخلفه؟ يا رب اتجوزت ارنبه، ما شاء الله ما شاء الله. او كمان نطمن على الولد، سايبينه لوحده فوق. أيوة يلا على مين؟ هو الباب منين؟ لا اهو تعالي تعالي. الباب منين؟ تعالي يا حلو. على الاقل من مين؟ تعالي يا سيكا. تاتا خطي العتبة حلوة، خطي العتبة يلا واحدة واحدة. يعني ايه؟ مفيش يعني ايه؟ في عليك مراقبة ليل نهار. ده احنا حتى بنشوف الظابط سارة في كل الأماكن اللي بنروحها. بالظبط يا عم ستيشن،
وانا لما جرجرت منصور المخبر في الكلام قال ان المراقبه اللي عليه دي باوامر من الضابط ساره نفسها. والعمل يا ميشو. انتوا تهدوا خالص لحد ما نتصرف. ايوه يا ريت، في حاجه معايا في دماغك. انا عايزين نعرف بس، مش اي حاجه مفهمه. قلت اهدوا وانا اللي هتصرف. واحنا عايزين نعرف انت هتتصرف ازاي ده، عشان على اساس ايه ده؟ انتوا ازاي تدخلوا الشقه وانا مش موجود؟ هي حصلت؟ اهدى يا انس، انا مش فايق لك. لا تفوق وتكلمني، ازاي تدخلوا من غير اذني؟ واكيد انتوا بتخططوا لسرقه ولا العمليه جديده؟ خلاص يا انس. لا مش خلاص، انت مش كسرت قلب فاطين عشان هو عايز يغيرك، عشان اتدخل في خصوصياتك، هددته لمجرد انه عايزك تبقى كويس. حتى دي كمان قالك عليها؟ ايوه قال لي. وانا بحذرك، اياك تعدي من الشقه دي تاني، واياك تتعرض لفطين او تمس شعره منه. فطين احسن منك. ايوه احسن منك ومن الحرميه اللي معاك دول. كان لازم فطين يطلع تافه عشان انت اللي مربيه. اخس، هي حصلت. بيشو بيشو، هتضرب عمك؟ سيبوه، تعال اضربني، تعال اضربني يا بيشو. وانا اللي غلطان، انا كان لازم اضربك من زمان. التافه يا ميشو، التافه هو اللي مش عارف يغير نفسه. عم انس، عم انس.